علينا في هذا الزمان الشريف أن ننوي فعل الخير على الدوام، ونبدأ أي عمل بالتوبة والاستغفار، وننوي فعل الخير بصفة دايمة كما أخبر سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: افعلوا الخير دهركم. يعني ليحرص الإنسان المؤمن طول حياته أنه يستثمر وقته في صنيع الخيرات، يؤدي ما هو مأمور به أنه يؤديه، ويبعد نفسه عن كل المناهي اللي ربنا سبحانه وتعالى نهى أنه يقترب منها، ويسعى في خدمة الخلق، لأن ده جبر خاطر كبير، وإن خير الناس أنفعهم للناس، وتقديم يد المعونة في هذا الزمان الشريف. أنت هتفتح على نفسك باب من الخير في هذا الزمان، عشان تتفتح لك أبواب دائمة إلى ما شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى علمنا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فلا استقل معروف أنا بعمله، ولا استصغر معصية أنا بعمله، وقول ما كل بيعمل، ده فلان عادي بيعمل كذا، ده فلان عادي بتكلم كذا وبتتصرف كذا. لا، ما تستقلش المعصية، وبالذات في هذا الزمان الشريف وفي كل زمان، لكنه آكد في هذا الزمان، لأن الله تعالى قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يعني الإنسان في هذا الزمان الشريف، الأيام، الليالي المباركات، هذه العشر المباركات، هي جاية ضمن شهر من الأشهر الحرم اللي ربنا أمرنا ألا نقع فيها بظلم أنفسنا، أن احنا نرتكب المعاصي، وأن احنا ما نصححش نفسنا، ما نصححش أخطائنا. وبتمر الأيام والليالي، وأنا زي ما أنا، زي ما بنام، زي ما بصحى، زي ما بروح، زي ما باجي، ونشغل في الدنيا بلهوها وتفاصيلها ومادياتها، وناسي الحياة الأخرى، المصير الذي سأنتهي إليه. ضروري جدا مع إدراك المؤمن لقضية الإحصاء عليه، بتعمل خير بيتكتب خير، بتعمل شر بيتكتب عليك، لك أو عليك. ضروري جدا للمؤمن مع إدراكه لقضية الإحصاء عليه، وإن في حساب في الآخرة وجزاء، وارد عليه أن ينتبه إلى مواسم الخيرات، لأنها مكسب عظيم للمؤمنين في زمن قليل، يفتح لك آفاق عظيمة للمكاسب الدائمة والمتجددة بسر الحي القيوم، لمن أخلص وأصر على العمل الصالح، وفتح لنفسه طاقة نور في هذا الزمان الشريف، باب يفتح أبواب بسر الحي القيوم. وكما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم. خلي عندك حرص، نام واصحى على نية صنيع الخير، والصالحون كانوا يفعلون ذلك، لا ينامون إلا على نوايا طيبة، ولا يستيقظون إلا باستحضار النوايا الطيبة. كم من الخير سيصنع اليوم، كم من جائع سيطعمه، كم من عار يكسيه، كم من صالحات لم يقترب منها ليقترب منها، بل يزيد في هذا الطريق، بينام على صالح، نية طيبة، نوايا صالحة، ويستيقظوا كذلك على نوايا صالحة. اصنعوا الخير دهركم، افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة الله. احنا في الوقت اللي عايزين نتعرض فيه لنفحات الله بالتوبة في كل لحظة، ده يكون العبادة اللي لازم يلازمها الإنسان المؤمن، وظاهر قوي في التعبير القرآني: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا، شوف الديمومة اللي بيعبر عنها الفعل، إنك نلازم التوبة، أخطأت أو لم تخطئ. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فنحن نتعرض الآن لنفحات رحمة الله بالتوبة، بإعلان التوبة لله سبحانه وتعالى. فكما قال صلى الله عليه وسلم: فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، يصيب بها من يشاء من عباده. نفحات الرحمة دي كم أحوجنا إليها، فلنتعرض لها دائما أبدا بإعلان التوبة لله سبحانه وتعالى. ولا يمكن إن احنا نتعرض للنفحات دون رجوع صادق إلى مولانا، ولا يكون ذلك إلا بالتوبة الصادقة النصوح.
ولذلك قال أهل العلم والتفسير في بيان التوبة وحقيقتها بإن هذه اللفظة تعني في لغتنا العربية الجميلة التوبة، الرجوع. تاب عن ذنبه، رجع عنه. كنت بعمل غلط وأصر عليه، أو بعمل أخطاء بين الحين والحين وما بتوبش منها، لا أتوب. توب، إحنا في زمن شريف. توبي، نحن في زمن شريف. الكلام على الناس يحتاج توبة. الانزلاق باللسان بسرعة والحكم على الآخرين يحتاج منا توبة. عدم إعطاء العمل حقه يحتاج توبة وتصحيح مسار. عدم الإحسان بالناس وبالخلق وبالحيوان يحتاج منا توبة وتصحيح مسار. كل شيء، كل حركة أنت هتسأل عنها نحتاج إلى توبة صادقة صالحة نصوح. التوبة هي الرجوع. وحقيقة التوبة في الشرع، المصطلح ده هو في اللغة بمعنى الرجوع، وفي الشرع بمعنى ترك الذنوب والمعاصي لكونها شيء قبيح. والمؤمن لا يأتي إلا جميل، لا يأتي القبائح. والندم على ما كان من التفريط مننا في أي شيء، من منا لا يخلو من تقصير ومن ارتكاب لذنوب، من منا لا يخلو من ذلك. نحتاج إلى توبة صادقة مع عزيمة مخلصة أكيدة على عدم العودة إلى الذنب أو إلى الذنوب اللي كانت بترتكب، مع قدرتي أن أنا أقدر أرجع للذنوب دي لكن أنا مرجحتش. لابد من إخلاص التوبة لله سبحانه وتعالى. طب ورجعت وقعت، ارجع توب، ما تسيبش نفسك للمعاصي ولوسوسة إبليس وتدليسه عليك. ونتدارك ما يمكن أن احنا نتداركه من الأعمال الصالحات، فإن الحسنات يذهبن السيئات. والتوبة النصوح هي أعلى. أنت كل في طريقك في التوبة بتقع وترجع تتوب وتقع وترجع تتوب، عشان بعد كده توصل لإيه؟ للتوبة النصوح اللي هي أعلى درجات ومراتب التوبة. والتوبة النصوح دي من أعمال القلوب، لأن عندي أعمال الظاهر أعمال القلوب. من أعمال القلوب التوبة النصوح. والمراد بالتوبة النصوح دي أنك بتنزه القلب عن التعلق بالذنوب، يعني بنزه القلب عن الذنب، فالقلب لا يتعلق بذنب معين أو بذنوب معينة، فيطمس على بصيرة الإنسان بما يرتكبه من الذنوب، فما يشوفش الحق حق ولا يرى الباطل باطل، ويسير في طريق الفساد والغي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق إلى التوبة النصوح. فأنا صدقت التوبة وصدقت اللجوء إلى الله، والندم توبة، وبعدين العزم على ألا أعود، والصدق في توبة الإنسان يوصله للتوبة النصوح. طب إيه علامة التوبة النصوح؟ إنه يكره العبد المعصية. علامتها إنه يكره العبد المعصية زي ما كان بيحبها قبل كده ويستقبحها، فلا تخطر له على بال ولا ترد على خاطره مطلقة. ليه؟ لأنه اتفتحت البصيرة بتاعته، فرأى أن هذه المعصية أو هذا القبيح أو هذا الفعل فعل قبيح لا يجوز للمؤمن أن يأتيه، وتأنف نفسه منه، فقلبه يتعصر بالتوبة الصادقة الخالصة للمولى سبحانه وتعالى، ويشوف القبح في هذه المعاصي فلا يستطيع أن يرتكبها. التوبة النصوح أن تبغض الذنب إذا أحببته، أن تبغض الذنب كما أحببته، وتستغفر منه إذا ذكرته. كل ما تفتكر أنك عملت الذنب ده أو وقعت في هذا أو تجاوزت في ذلك، على طول تندم بقلبك وتستغفر بلسانك وتستقيم بجوارحك. وصدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون
يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا منهم، اللهم آمين أجمعين. وإحنا بنختم الموضوع ده لازم نأكد على مسألة مهمة، إن البراءة من الذنوب عشان تكون تامة كاملة، بالذات الذنوب اللي بتتعلق بالحقوق، لها جانبان. في حق الله سبحانه وتعالى، وده بيلزم إذا أنا قصرت في صلوات، قصرت في أداء الزكاة المفروضة، فيلزم على الإنسان أداء اللي فاته من الفرائض مع التوبة والاستغفار والندم بعد الإقلاع عن الذنب. ليه؟ لأنه ده فيه تجاوز من الإنسان. في صلوات لها وقت، وأنا كنت بسرح وكنت يعني بسيب الصلاة أو بكوم الصلاة أو مش بصلي، يعني طبعا إنك كسلان عنها أو منشغل فإنت فوتت الوقت، فهذا التفويت فيه تقصير يستلزم من العبد توبة واستغفار. في زكوات عليك ما كنتش بتطلع الزكاة، ما كنتش بتحسب النصاب قد إيه كل سنة، ما كنتش بتقيم ما عليك من الزكاة، فأدى ذلك إلى ماذا؟ أدى إلى أن تراكمت عليك زكوات. فأنا عايزة أتوب واستغفر لله، أتوب وأعلن التوبة وأسارع إلى المال لتقييمه، والدين اللي علي في هذا المال أطلعه. استلفت حاجة من حد، اقترضت مال من حد، اختلست حاجة مش بتاعتي، مال خاص أو مال عام، ترجع في أي صورة حتى لو لم تعلم أصحاب الحقوق بأنك خدتها. كل دي من تمام التوبة عليه. عليك كفارات، عليك نذور، ده في حق، ده في حق الله سبحانه وتعالى تأديها. عشان كده بنقول في جانب العباد، الحقوق الخاصة بالعباد، إما الأداء أو الإبراء. إحنا قلنا في الحقوق الخاصة بالمولى سبحانه وتعالى، الإنسان اللي فوت صلوات، ترك الزكوات، اغتاب الناس، ضيع حقوق لبعض الناس، اختلس أموال، إدى لنفسه حق ياخد أشياء مش بتاعته سواء مال عام أو مال خاص، يسدد عشان تبقى توبة صادقة، وليصل إلى التوبة النصوح بعد ذلك. ده فيما يتعلق بحق الله. فيما يتعلق بحق العباد، أدوا حقوق العباد لأنها خطيرة، خطيرة. اللي ياخد حاجة حد وما يرجعهاش، أو ياخد ميراث إنسان وما يرجعش أصحاب المال ده، أو يستحل الناس، الإخوة والأخوات اللي بيظلموا بعض، ربنا قال مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضة، أخد شيء مش بتاعي، أستحل شيء مش بتاعي خاص أو عام. بل العام، المال العام أخطر، المال العام أخطر. حقوق العباد شيء خطير. أخطأت في حق إنسان وأنا النهاردة صعب أروح أقول له أنا ده أنا اتكلمت عنك، أنا أسأت إليك، على الأقل في ذات المجلس اللي أنا اتكلمت عنه فيه أروح وأبرئ ذمته وساحته، وأتكلم عنه بطريقة كويسة، وأدعو له بالاستغفار. ولما نشوف بعض اجعلوها عادة، كل معارفكم وأحبابكم سامحني في أي تقصير أنا عملته، وأنتوا تسامحوني أنا كمان في أي تقصير يكون بدا مننا، وأنتوا كمان نعلن التسامح لبعض. بنزور بعض كأقارب، بنزور بعض كجيران، بنزور بعض كأصدقاء، يسامح بعضنا بعضا. سامحنا في أي تقصير، إحنا في أيام مباركة، وهم كمان يرد ونسامحك، نسامحك وإنت كمان سامحنا. فدي سميها كما سماها الفقهاء المسامحة العامة، حتى لو تضمن إنك اتكلمت عن فلان أو أسأت إليه أو كذا، نرجو إنه يغفر لذلك الإنسان، مع إنه الإنسان عليه أن يستغفر لمن يغتاب، تقول اللهم اغفر لنا وله. أشياء كثيرة جدا، إحنا بنضرب أمثلة سريعة حتى نصدق في توبتنا لله سبحانه وتعالى.